أهلا بكم. اعتداءات النظام السوري على لبنان ومحاولات جر لبنان إلى الفتنة الداخلية ومشاورات روما بشأن قانون الانتخاب، ثلاثة ملفات تصدرت صحف بيروت والتي سنطرحها في حلقة كلام بيروت اليوم مع النائب السابق دكتور صلاح حنين. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا بك. بكاريكاتير ستافرو جبرة بجريدة البلد وتحت عنوان الاعتداء على المشايخ السنة وتحركات في المناطق استنكارا، رسم خريطة لبنان مقيدة إلى عبوة الفتنة التي راح فتيلها يشتعل، وقد وضعت الخريطة يدها على وجهها قائلة: آخ سني عم يوجعني. كيف ممكن تكون فهمت هالكاريكاتير دكتور حنين؟ يعني الواقع المؤسف اليوم انه الحقيقة لبنان على خريطة لا سمح الله مشروع فتنة، حيث الدولة صارت غايبة بكل المفاصل اللبنانية، والحكومة اليوم غايبة بكل المفاصل اللبنانية، وعم نشوف انه في تزايد لهذه الأحداث، وهذا التزايد لهالأحداث بيجعل انه صار في خوف من وضع لبنان على خريطة الفتنة، وفي لربما يعني الحكومة ملهية بأمور يمكن ما مش هي اللي بدها توصل لبنان على طريق الحل. الحل اليوم لبنان اليوم بده فعل إيمان، بده حل جذري لهذه المواضيع الأمنية. ما بقى بيصفى لبنان كل يوم كل يوم كل يوم يتعرض بكل مناطقه صار تقريبا إلى مشاريع من هالنوع. يعني يمكن صديقنا ستافرو عم بذكر لهالموضوع أنه حان الوقت إلى أنه الدولة ترجع تكسب هيبتها. نعم. ترجع تكسب يعني سيادتها على الأراضي اللبنانية، وإلا بدنا نرجع إلى مشروع يعني مظلم كتير بنفق مظلم كتير ما في أن تظهر منه. الحل الجذري اللي بتقصده أمني أم سياسي أكتر؟ الحل دايما بالسياسي وبالأمن. يعني دايما السياسي شو الأمن؟ الأمن هو ذراع السياسي، بده يتخذ قرار بالأول. في قرار اليوم واضح بده يتخذ، يا بدنا نكفي هيك يا بده يتخذ قرار واضح بموضوع السلاح على إطلاقه، بموضوع السلاح على إطلاقه. نعم. بس تاخذ هذا الموضوع هذا القرار السياسي، وهيدا يعني ما عم بقول شغلة سهلة، بس صار لازم كلنا نقعد نقول لوين رايحين. يعني إذا بدنا نكفيك ما عم بسمع حدا إلا ما عم بقول تعبنا. يعني الناس صارت الثلاث أرباع برا تعبت من هالوضع، وتعبت حس الوضع صار له 40 سنة مستمر. إذا اليوم بده يجي وقت يصير في يقظة بهذا الموضوع، نقول أقله لا للعنف لا للسلاح لا للحرب لا للفتنة، أقله يعني إذا حضرتهم مش قادرين يعملوا لنا مشروع إلى المستقبل خلينا بالقليل ننزل. انا بدع الناس تنزل مثل من سبع سنين ترجع تنزل تقول لا للفتنه بالقليله هذا الموضوع. يعني تماما ترجع تنزل تقول لا للفتنه، ما قادرين تبنوا لنا بلد بس ما تخربوا لنا ما تبقى منها، ما تاخذونا الى الفتنه. من هون ورايح الناس لازم تكون ضاغطه كمان ضد مشروع الفتنه. نعم. ومع مشروع السلام. من هون ورايح صار مفروض كلنا نقعد على الطاوله نقول يا بدنا نروح نحو نفق مظلم طويل عريض، يا بدنا اليوم ناخذ قرارات بهذا الموضوع. وساعتها المسؤولين والحكومه والدوله بدها تاخذ اجراءات، طبعا بدها تاخذ اجراءات. نعم. حتى تنفذ هالقرارات. يعني بشكل بسيط واتخذوا قرار على طاوله الحوار بلم سلاح الفلسطيني خارج الكامبيت، هيدا مثلا قرار اتخذ، قرار صار في عليه اجماع بين كل القيادات اللبنانيه، ما هيك بين الهلالين. لماذا لم يطبق يعني؟ لماذا لم يطبق؟ خاصه انه كمان الفلسطينيين والسلطه الفلسطينيه كانت موافقه. يعني هالنوع من القرارات بدنا نبلش نطبقها تدريجيا نوصل لمرحله بالقليله في خضات سياسيه عال، كل البلدين. نعم. تمرق بخضات سياسيه بس ما يكون امنها معرض كل لحظه. هلا سمعنا صديقة لحضرتك هون عم تقول أنا ما بقى بسترجي كل ليلة أرجع بيتي، ما فينا نكفي. الحل يلي عم تحكي عنه دكتور حنين، سليمان تقي الدين مثلا بجريدة السفير شافه بمكان آخر، يعني اعتبر أنه الحل يكون بحوار وطني يتعدى تقاسم المصالح لصيغة الحكم نفسها على عقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين. وكمان بنفس الصحيفة مقدمة الحل بتكون بعقد سياسي جديد مع الشريك الآخر في الوطن بحسب واصف عواضة. هل يعني ما يجري يوميا يظهر أكثر أن هنالك أزمة حكم وأزمة هذا العقد الاجتماعي الجمهوري؟ أنا حكيه عندك من سنوات، كمان من زمان عم بقول صار لازم نرجع نعمل عقد اجتماعي
عقد جمهوري جديد في لبنان لنبذ السلاح، لنبذ السلاح كليا في الداخل وابدا، وما نوظف حالنا كمان في الخارج، لا في الداخل ولا في الخارج. اقل هذا العقد الاجتماعي بده يكون على موضوع السلاح، انه اليوم خلي لبنان ساحه مفتوحه للحوار للافكار، ما عندي مانع ابدا، بالعكس لبنان لازم يكون عنده راي بكل امور، بس مش انه اذا في لبناني بده يقنع الاخر وما اقتنع معه يمد ايده على فرده. هيدا اللي بدنا ننبذه، هيدا بده عقد جديد اليوم حتى نوصل لهالمرحله من الديمقراطيه، انه عنا افكار وافكار يمكن تختلف عن بعضها، انما ما بنوصل الى السلاح. صحيفة المستقبل بالعودة للاعتداء على المشايخ قالت إنها الفتنة التي يشتهيها الأسد للبنان، وهو ذو خبرة مديدة في هذا المجال، كما يمتلك أدوات داخلية عدة جاهزة لخدمته على حساب وطنها. عسى أن ينتبه اللبنانيون إلى أن مسايرة النظام الديكتاتوري الخانق لبلاد الشام ستؤدي لاحتراق وطنهم بنار فتنة لن يكون أحد بمنأى من سعيرها. كمان نبيل بومنصف امبارح بالنهار قال أنه النظام السوري قرر أن يدير وجهه باتجاه لبنان. بدي أقول لك شغلي، بتعرفي أنت مين أخرج الجيش السوري من لبنان؟ هيك باختصار نزول اللبنانيين الى الشارع، تضامن اللبناني عبر لبنان، تضامن لبناني عبر لبنان وتضامن مواطني، ما هيك هيدي الصوره يلي الكل اجتمعوا، ما هيك هيدي الصوره الجامعه، هيدي اللي اخرجت سوريا من لبنان اذا بدك من نهايتها. بعرف انه في 1559 وفي وفي وفي، انما هذا اللي اخرج سوريا من لبنان، وهيدا اللي اغاظ السوري بشكل انه شاف انه هذا التضامن قادر على كل شيء. نحن كلبنانيين مفروض نعرف انه تضامننا قادر على كل شيء، يعني كان في اقسى من وجود الجيش السوري في لبنان وهذا التضامن اخرجنا. اذا طبعا اليوم في نيه لضرب هذا التضامن وفي نيه للشرزمه، وهيدا الطرح السمي طرح القانون الانتخاب او اقتراح السمي بالمشروع الارثوذكسي، هيدا كمان لضرب اذا بدك لبنان بنظامه، ما هيك بتاريخه بتراثه، التضامن خوف كل بخوف كل واحد بده يحط ايده على لبنان، والتضامن اقوى من كل مين بده يحط ايده على لبنان. اكيد اليوم في نيه لضرب هذا التضامن، نحن لازم نكون يعني يقظين بهذا الموضوع، نرفض كل مشروع ممكن ياخذنا لشرزمه، ونرجع نجمع قوانا ونعرف انه اخر ما في كلنا مواطنين بهالبلد بدنا نعيش بسلام وبازدهار ونطور حالنا ونطور انفسنا. يعني ولكن في فريق من اللبنانيين دكتور حنين عم بحارب مع النظام السوري، يعني كيف ممكن يعني يغير وجهة نظره او تكون هنالك وجهات نظر متقاربة؟ انا عم بقول لك صار اليوم صار بدها قرار، بيقدر الواحد كل مين يعمل بده اياه، اذا بدهم هيدي لا سمح الله هيدي الكاريكاتير يعني كاريكاتير الفتنة نوصل لها، اذا بدهم يضلوا يخلوا المتفجرات تحت كل شارع وتحت كل بيت بلبنان، بضل كل واحد يشتغل على راسه. لبنان بده يكون عنده سياسة وحدة، سياسته الوحدة بدها تكون الحياة حكما، ما هيك بكل المراحل، مش موضوع النائب النفسي يعني اليوم ايه يمكن بدنا بنفسنا او بكره ما بدنا بنفسنا. في صار ضروره انه اليوم نحيد حالنا اقل عسكريا عن كل المواضيع الدير مدارنا. الوزير مروان شربل والوزير فايز غصن بحسب جريده الحياه اكدا ان حركه امل وحزب الله تعاطيا مع الأجهزة الأمنية بشكل جدي، ما أدى لتوقيف المعتدين، وعلمت الحياة أن قياديين في التنظيمين أكدوا أن عناصر ما يسمى بسرايا المقاومة الموجودين ببعض الأحياء باتوا يشكلون خطرا على الوضع الأمني. يعني عودة عناصر مقاومة بالأحياء منا من علامات كمان الاستعدادات للحرب الاهليه. ما انت الحرب الاهليه او الحرب الداخليه سميها شو اللي بخليها تصير؟ غياب الدوله، يعني اذا بدك ترجعي لسنه 69 75 شو خلى انه الناس لسوء الحظ تفوت لبعضها؟ غياب الدوله، الامن الذاتي يعني هنا، بس تغيب الدوله وبس كل واحد صار عنده مشروعه وبس يصور يعني في هالاضطرابات اللي شهدناها بالفتره السابقه بنرجع هذا اليوم، هيدا اللي بخلي انه نوصل على حروب في الداخل.
غياب الدولة وغياب سيادة الدولة وغياب مشروع الدولة. نعم. الدولة بده يكون عندها مشروع واحد، مش كل واحد عنده مشروعه، شي بده يروح يمين شي بده يروح شمال وكله خارج لبنان، ما في كل واحد يكون عنده مشروعه، بده يكون في مشروع للدولة موحد. وهذا المشروع الدولي بده يكون في تفويض له من قبل المواطنين من خلال انتخابات وانتخابات صحيحة وسليمة والتمثيل الصحيح من خلال قانون جيد للانتخابات. ولكن ما يجري لا يدل على انه راح تكون في انتخابات. لا مش عم بحكي لك مش عم بحكي عن هالانتخابات، عم بحكي كيف النظام الديمقراطي بيمشي بشكل عام. الدولة بده يكون لها مشروعها، مش كل فريق له مشروع خاص فيه مرتبط بالخارج. غياب الدولة، غياب سيادة الدولة، غياب هيبة الدولة، طبعا بصير في عندك عائلات اليوم عندها أجنحة عسكرية، بصير عندك منظمات عم تطلع لي حيث بصير هن بدهم ياخذوا مساحة الدولة، بدهم صير هن إذا سيادة الدولة مش موجودة بدهم هن يصير عندهم اعتداء عليها، والاعتداء على سيادة الدولة هي اعتداء على كل مواطن. يعني عم بتشوف اليوم دكتور حنين أنا ما يجري شبيه بالظروف يلي سبقت اندلاع حرب العام 75، مش قضية بأدوات أخرى أو بظروف مختلفة، كل ظرف يختلف عن تاني، بس الثابتة الوحيدة هي غياب الدولة بوقتها. ظهر بغياب الدولة ظهر المشروع الفلسطيني اللي هو مش مشروع لبناني طبعا، ومشروع كان اعتداء واستيلاء على لبنان. نعم. واليوم إذا غيبت الدولة بده يرجع يظهر مشروع آخر سميه المشروع البديكي، يعني كل مجموعة مسلحة بدها تصفي هي كمان عندها نية الاستيلاء على لبنان. إذا هيدا الأساس غياب الدولة. بعدين طبعا كل شغلة بتبلش شكل وبتخلص شكل. عن البلد السائب كتب اليوم إبراهيم الأمين بالأخبار بيقول لبنانيون يعيشون بلا خيمة فوق رؤوسهم، الدولة السائبة تنحل أكثر فأكثر يوما بعد يوم، رئاسات معطلة من المبادرة، لا إجماع حول قدرتها على الحل، حكومة فاقدة للفعالية لا تقوم حتى بتصريف الأعمال، معارضة بائسة غير موحدة وأسيرة رهانات خارجية، وبالانتظار يترقب اللبنانيون حلا من الخارج على الأرجح. بيقول إبراهيم الأمين أنه هذا الخارج مستبد لا يعرف الناس بهوياتهم المتنازعة. هل لبنان ينتظر حل من الخارج؟ هذه طول عمرها مشكلة لبنان، مشكلة لبنان أنه دائما بانتظار شيء ما، ودائما بانتظار شيء ما من خارجه هو. الحل دائما في الذات، الحل بالنفس. اليوم عم بيقول ما في خيمة، ايه ما في خيمة، حشو الخيمة، الخيمة هي الدستور، هي النظام، هي القانون، هي احترام وتطبيق القانون. اليوم يعني ما في شك انه وصلنا لمرحله هالخيمه راحت، واجمالا يعني اللبناني اوقات بمراحل معينه بيصور بينسى حاله، بينسى مواطنيته، بينسى تراثه وتاريخه، بيصور ناطر شيء من برا. الخارج ما راح يحل لنا شيء، دائما الحل في النفس وفي الذات، في الاراده وفي الاداره، ونحن نعرف لحالنا وين بدنا نروح. وقت اللي بنمشي على هالطريق، وقت بتصور حلولنا لبنانيه، حلولنا متفقين عليها اقل ديمقراطيا من خلال القرار الشعبي، ما هيك حس الشعب هو دائما مصدر السلطات وهيدي بالدستور. وقت نوصل لهالمرحله بنصير نعرف دور شؤوننا، انما وقت بدنا نضلنا مستسلمين وانه نحن ما قادرين نعمل شيء، والحكومه بتدق اكثر من المواطن، ودائما ناطرين شو بده يصير هون او هناك، ما راح يصير شيء هون، واللي بده يصير بالخارج ما بيقدر يكون لمصلحتك، حس فعلا الخارج ما بيعرف اوجاعك، ما بيعرف شارع بيتك، ما بيعرف انت شو طموحاتك، هيدي امور نحن بنعرفها تاريخيا وتراثيا ونحن لازم نطمح لها. بهل يعني بظل هذه الظروف وتحت عنوان الطيران السوري يقصف الحدود، كاريكاتير أرما حمص اليوم بالنهار رسمت قذيفة تحمل عبارة الأزمة السورية تقرع بيدها باب لبنان استئذانا للدخول، وعلى المدخل دعسة كتب عليها أهلا وسهلا. يعني كل الظروف السوداء إذا بدنا نقول والغيوم ستتجمع في سماء لبنان. طبعا بس نحن ما لازم نقول أهلا وسهلا، لا ممكن يكون في هو بيقول لبنان أهلا وسهلا للكل يمكن. لا لا لا، ما هيدي النقطة هون، يعني إنه هيدي الكاريكاتير عال، إنه بنعرف إنه في خطر داهم، عارفينه هالشيء، وهالشيء عم نشاهده اليوم بشوارعنا على الشاشات، عم نشاهده وين ما كان، بس كلمة أهلا وسهلا لا، الأهلا وسهلا بيكون للخير للبركة للمحبين وللمحبة، ما بيكون لشيء من هالنوع. هيدي يمكن مشكلتنا اليوم، انه يمكن في ناس بتعتبر انه هالشيء بده يفيدهم لقلون، اخر ما في شغلة بتفيد فريق
فريق معين بتفيد الوطن، حتى اللي معتبر انه بدها تفيده بدها تضره. هسه الشغله بدها تفيد المواطن، الوطن والمواطن ككل. وكلنا رح نكون مستفيدين، والا بده يعتبر انه هو اللي له افاده منا، اكيد ما له ولا افاده منا. وهذا الخطر بلبنان، انه في ممكن ناس تقول اهلا وسهلا لامور معتبرها لمصلحتها وهي منا لصالح حدا. مصادر 14 أدار بحسب الجمهورية دعت الحكومة للاستقالة الفورية نتيجة تجاهلها المتمادي للانتهاكات السورية وآخر التهديدات التي أطلقتها وترجمتها عمليا بقصف جرود عرسال. بتعتقد أنه الحكومة كان ممكن يكون لها تصرف مختلف حيال الاعتداءات السورية؟ الحكومة بادئة عند بدأ بدها تبلش تضبط الوضع بالداخل تماما، بداخلها يعني او بداخل بالبلد؟ بداخلها اكيد، حتى حتى تضبط الوضع بداخل البلد بدها تضبط الوضع بداخلها، بس اخر ما في بده ينضبط الوضع بالداخل حتى ما يعني ما نقدر نعطي اي حجه لاي حدا. وطبعا اخر ما في الوضع بالداخل بدك تضبطيه وبدك تضبطي اي اعتداء. يعني لبنان دوله عندها سيادتها، عندها كرامتها، عندها دستورها، عندها نظامها، ما فيها تسمح لاي اعتداء. حس اليوم الاعتداء اذا بيكون هلا بكره بده يكبر هلا. طيب سياسه النائب النفس هون وين تنصرف ساعتها اذا الحكومه كانت بدها تتصرف بشكل مختلف؟ النائب النفس مش يعني انه اذا صار في اعتداء ما نواجه الاعتداء. انا اليوم عم بقول لك بنواجه الاعتداء، فينا نواجهه بالطرق الدبلوماسيه، فينا نواجهه من خلال الامم المتحده. انا ما عم بقول لك انه بنلقط الدربكه وبنركض على العسكر، انما في مواجهه بالسياسه. النائب النفس هو انه نحن ما نتدخل بشؤون حدا. نعم. ما هيك بهالمرحلة بالنفس انه عسكريا ما يكون لنا اي تدخل. مشان هيك عم بقول لك بدها ضبط الوضع بالاول في الداخل، بدها نعمل المستحيل حتى ما يكون في نزوح عسكري من هنا الى هناك او من سوريا الى هون. وقت اللي بيكون اليوم سويسرا قاعدة على الحياد، اذا بكره حدا اعتدى عليها بتقول لا انا على الحياد ما برد الاعتداء. الاعتداء دائما بده يرد، هيدا واجب. نعم. هيدا حق وواجب. هلا رد الاعتداء هذا اذا اعتبر اعتداء، لانه دكتور حنان في فرقاء لبنانيين اعتبروا انه سوريا محقه بما تقوم به من اجل ملاحقه الارهابيين حتى داخل الاراضي اللبنانيه. لا. يعني تلقى دعم لا ما تمن فوت بكل هالتقاويل. اخر ما في انا بلشت اقول لك بدنا نضبط الوضع بالداخل. بلشت اقول لك هيدا الموضوع، بنضبط الوضع بالداخل، بننتبه لحالنا، واذا صار في اي اعتداء الاعتداء، اذا صار في دخول لاي جيش على الاراضي اللبنانيه هيدا اعتداء، بدنا ساعتها نواجهه. بنقدر نواجهه بالطرق السياسيه وبالطرق الوسائل الدوليه، انما الاعتداء يبقى اعتداء. بس بلشت اقول لك بده كمان نحن نكون عندنا ردع تحصين الوضع الداخلي، ويكون عندنا رادع لكل من يريد انه لحسابه الخاص او لمشروعه الخاص انه يخرج خارج لبنان. يعني لا بدنا اياه بلبنان يعمل مشاكل ولا بدنا اياه خارج لبنان يعمل مشاكل. هالامر يلي دعا له العماد اهوج اليوم، حيث دعا الى تحصين الداخل حتى يتفرغ الجيش للحدود، واعتبر انه لبنان بالساعات ال 24 الاخيره مر باخطر استحقاق أمني منذ 8 سنوات. بأسرار الآلهة اليوم دكتور حنين بجريدة النهار في إشارة إلى تحرك ربما من مجلس الأمن على خلفية الغارات السورية على البلدات اللبنانية. هل ممكن يعني لموقف المجتمع الدولي أن يتغير بالنسبة للأزمة السورية يعني انطلاقا من ما يتعرض له لبنان؟ طبعا يعني هيدا السياسه واللي عم بيصير اليوم هيدا مشهد متطور ومتنقل. يعني انت ما فيك اليوم نحن عم نحكي ممكن يكون في شيء وبعد ساعتين ممكن يصير في شيء اخر. المشهد السياسي اذا بدك الامني في كل المنطقه اليوم العربيه متنقل بسرعه. في قرارات عم تتخذ كل يوم، امبارح مثلا الانجليز والفرنسيين عم بيقرروا انه يبعثوا سلاح الى سوريا للثوار السوريين. بكره بيلتقوا مع الامريكيين بهذا الموقف ام يختلفون بناء لدعوه وزير خارجية الولايات المتحدة إلى الحوار بين النظام والمعارضة السورية؟ لا ما في شك اليوم في موقفين مختلفين، بس آخر ما في التطورات ما بتعرف بكرة كيف تجمع بين المواقف أو كيف تفرق بين المواقف أو كيف في مواقف
بتتقدم أكثر ومواقف تترشح أكثر، وكل شيء مؤثر على هذه المواقف الدولية. اليوم يعني عم تحكي عن المجتمع الدولي، المجتمع الدولي اليوم بيقدر يكون عنده قرار وبكره قرار آخر، حس كمان هذا شيء يتعلق بالمصالح، مش بس أكيد بالمصالح، وكمان يتعلق بأمن المنطقة. يعني إذا المنطقة بكره ممكن تولع لسبب الأسباب وما يعود في أي رادع لها، أكيد اليوم بدهم ينشغلوا كلهم فريمات، والمجتمع الدولي كمان. إذا الموضوع لبنان وموضوع الاعتداء على لبنان وهالموضوع اللي عم بيحدث اليوم على لبنان ممكن ايه طبعا يغير معطيات، بس نحن بالنسبه لنا ما بدنا انه يصير في اشياء وننطر تغيير المعطيات ونرجع ننطر قرارات من الخارج. اليوم الحقيقه في دعوه من قلبنا وروحنا لكل هالناس المسؤولين او غير مسؤولين انه ننبذ العنف، هذا العنف ما راح يوصلنا لاي نتيجه. يعني لبنان بده يرجع يفوت بمأزق طويل عريض، ومش بكره بدنا نرجع نفوت بمأزق نرجع ننطر نشوف مين يخلصنا. اليوم بعدنا قادرين نحن نخلص حالنا. تعتقد انه لم يفوت الاوان بعد؟ اكيد ما في على ذلك. الاوان ما بيفوتوا للحظه، كله متعلق بارادتي. اليوم بعد الامور نوعا ما متماسكه، بس القرار اليوم احلى من قرار بكره، وكل يوم فيك تاخذ القرار وهيك تفكري انه في شيء بزول. ما هيك لبنان ان شاء الله بده يبقى، وبده يبقى بعافيته، ولو بده يمرق بمراحل صعبه، بس ما ضروري كل مره نمرق حالنا بمرحله صعبه، ما ضروري نعرض حالنا لكل الامراض تنرجع نتعافى. انا مؤمن انه رح نرجع نتعافى، بس مش ضروري كل يوم نعرض حالنا لكل الامراض، باخر ما فيها جسم بيتعب. بختام هالقصه بنشوف كاريكاتير لنبيل بو حمد بجريده المستقبل، رسم قذائف تنهمر على علبه كبريت تحمل اسم لبنان، كمان من وحي نفس الوحي. يعني كل الكاريكاتيرات اليوم من نفس الوحي، عكست الانطباع، عكست الانطباع على شفير فتنه، يعني وعلى شفير انفجار. بس كمان اخر ما في بدنا نشوف هالشيء وبدنا نشوف الشيء الاخر، يعني نصف الملقان من الكون. يعني حس بضل في نفس ملقان، بس النفس ملقان بدنا نحن نفعله. يعني انا بفهم انه يكون في هالخوف، بس بفهم كمان انه يكون في ايمان امام الخوف. يعني ما هو الخوف الايمان بيمحي الخوف، يعني ما يكون استسلام، ولا سمح الله الخوف ممكن يغطي على الايمان، ما بدي اقول بيمحيه، بس الخوف بغشي على الايمان، اما للايمان بيلغي الخوف. اليوم ما لازم كمان اللبناني يحط حاله بموقع انه هيدي الفتنه واصلين لها. يعني هالكاريكاتيرات عم بتدل على هيك، ما عم بقول انه مش عم بدلوا على شيء واقعي. اذا بدك في كثير من الواقع، بس كمان بنفس الوقت يعني بحب انا اشوف حدا عم بيقول ايه هيدي الفتنه بس مش رح نوصل لها. يعني وهيدا القرار مش عندي اللي عم بيعمل كاريكاتير او عند الاعلاميين او عند الصحفيين، الصحافه اخر ما في عم بنقول شعور وانطباع. انما اليوم أنا ما بفهم انا المسؤول اللي بيجي بنقع بيبك، انت ممكن يكون الك حق انك تنقي معلي باللي عم بقولها، بس ما بيقدر يجي المسؤول، ما اسمه مسؤول اسمه حاكم واسمه وزير، وهو بالحكم وهو يحكم، ما هيك بيحكم ما في اشكي. اوقات بيقولوا اشياء بحملونا اعباء واوزار كانه نحن المسؤولين عن فشلهم، وكانه المواطن هو يعني كل الفشل طالع من ايده. طيب اخر ما في لشو واحد بده يركض للحكم اذا منه ناوي انه يحكم انه يعطي خير للبلد وينقل البلد. بس هو الفرق يمكن بين النيه والقدره دكتور، دائما يعني القدره بتجي مع النيه ستنا، كل الحياه هيك، ما في قدره بلا نيه. ما انت بالاول بده يكون عندك نيه، وبده يكون عندك اراده، وبده يكون عندك وضوح بالفكره واداره للفكره حتى القدره كمان تجي. القدره موجوده، وهيك تفكر القدره مش موجوده. والبرهان انه لبنان تجاوز الكثير من الامور بشكل او آخر، إنما تجاوز الكثير من الأمور. اليوم في عنا أمر صعب كتير اليوم لازم نتجاوزه هلأ. أنا عم بحكي معك مش بكرة، مش هيك بدعي بالأول، يمكن بدعي الناس كلها يعني إنه ننزل نرجع كلنا بنهار من الأيام على هالساحة بنفس الأعداد نقول لهم كفى، خليهم يشوفوا إنه عم نقول لهم كفى، إنه فعلا اليوم في شعب لبناني لا يريد العنف. بعد الفاصل رح نشوف إذا كان قانون الانتخاب بشكل مدخل لهذا الحل يلي عم تأمل أنه يتم التوصل لإله، وأيضا سلسلة الرتب والرواتب هل ستحال بجلسة مجلس الوزراء يوم الخميس. لحظات مع فاصل، نعود بعدها لمتابعة الحديث مع الدكتور صلاح حنين.
اليوم الصحف اهتمت كثيرا بلقاءات روما. جريدة اللواء أشارت إلى استكمال اللقاءات الرسمية الروحية في روما للوصول إلى ما وصفه رئيس ميقاتي بالقانون المطلوب لإجراء الانتخابات النيابية على أساسه حتى ولو تأخرت تقنيا لأجل يتفق عليه. بتعلق أهمية على لقاءات روما؟ بعلق أهمية لكل لقاءات يا أخي. ما في لقاء روما، لقاء في روما يعقد في روما، إنما بين اللبنانيين، وبين اللبنانيين يعني عندهم مسؤوليات مهمة في لبنان. آخر ما في هيك، كل لقاء بأيد له أهمية، بس بدي أحس كمان إنه بده ينتج عن هالشيء قانون انتخاب للمواطن اللبناني، يعني بدي أنا آخر ما في المواطن اللبناني يكون حامل ورقة يعرف إنه إلها قيمة، ويعرف إنه من خلال هالورقة إله قدرة إنه يجيب إلى المجلس النيابي الأشخاص اللي بده يجيبهم، وقت بيكون هالورقة إلها قيمة ما بعود يهدرها، ما بعود يتساهل. أي يعني أي من المشاريع يلي أنت رح تشعر إنه تعطي قيمة أنا شخصيا بالرغم أنه بعرف أنه في صعوبة اليوم يمكن أنه نوصله، بس ما عندي شك أنه الدائرة الفردية هي الدائرة الأفضل للتمثيل الصحيح، هي الدائرة التي تحرر المرشح والناخب، وأنا بهمني تحرر الناخب قبل كل شيء، إنما هيدي دائرة بتحرر الاثنين، يعني لا المرشح بصور مضطر يصطف هنا أو هناك، ولا الناخب بصور مضطر ينتخب من لوائح هولي أو هولي. المبدأ الدائرة الفردية تكسر اللوائح، تكسر المحادل، ما بعود في مرشحين مفروضين على الناخبين من خارج إدارة. البعض يأخذ على، بما أنه حكيت عن الدائرة الفردية، على هذا المشروع أنه يحول النائب إلى مختار محله، أو حتى يسهل التأثير المالي على الناخبين، بصير هيك أقرب أنه يقدر يدفع لهم. صحيح، في جواب للشغلتين. قبل كل شيء بالمهيد المناطق، أنا مثلا بدها تتوزع المناطق أو تتقسم على عدد النواب، ما هيك أنا برجع على الطائف، طائف بقول 108 مش 128، نعم. يعني ال 128 عدد فضفاض، بس أنا برجع على الطائف، إذا بقسم 108 على عدد النواب دوائر بعدد 108، بصير عندي دوائر كتير موضوعية، عندك عدد ناخبين فيها تقريباً بحدود 30,000 إذا مش أكثر شوي، ما هيك؟ هيدا عدد جيد، بس تكوني أنت لحالك ما هيك عم تاخذي فعلاً لإسمك، حس هونيك بياخذوا أصوات أكثر بس مش لإسمهم، بس تاخذي فعلاً لإسمك أنت عدد لا يستهان به من الأصوات، تاخدي 10 أو 12 أو 13 ألف صوت لإلك أنت وهولي وصلوك على المجلس، هيدا رسميل كبير، ما هيك؟ وأنت على كل حال كل دائرة مش عم تجمع حي تتقولي هيدا مختار، كل دائرة عم تجمع 8 9 10 ضيع إذا مش أكثر كمان، إذا عندك أهالي معينة. بعدين بالنسبة لموضوع الأصوات، لا بالعكس، نحن بالأول بدنا تماس، بدنا الناس، حتى إذا في أشخاص الأحزاب برشحون هون، الأحزاب صار مجبورة ترشح أفضل ما عندها تتنافس مع غيرها، وهيدي مهمة كتير، بس حتى إذا يعني موضوع التماس هو مفيد بمعنى أنه بيصير في معرفة من الناخب للمرشح حتى ولو هو كان من الحزبيين. وبنفس الوقت بالموضوع المالي، الموضوع المالي كمان ما بدي انا احط شعار كانه كل لبناني ناطر، لا يعني بالاول خلينا نظهر من هالشعار، حس هذا الشعار مش مزبوط، ولو صح في اماكن مش هيدا الشعار الصحيح. بعدين في نقطتين بس صغار، انت وقت اللي بتعملي الاوراق الاقتراع المطبوعه مسبقا، ما هو شو بصير بالفرز اذا انت عم تكتبي ورقه الاقتراع حسب حجمها وحسب كيف كاتبه، وين كاتبه، باي لون كاتبه، وباي زاويه كاتبه، ما هيك بصير على الفرز يعرف اذا هالمجموعه انتخبت او لا. انت وقت تعملي اوراق اقتراع مطبوعه مسبقا، يعني بفوت الواحد تحت الستار وبياخذ الورقه اللي بده اياها، الاسم اللي بده اياه وبحطه، ولا ممكن على الفرز ينعرف مين انتخب وكيف انتخب. اذا اولا عم بتحرر كمان بهالطريقه الناخب من المراقبة عند الفرز، وبنفس الوقت برجع بقول وقت الناخب بيعرف انه في ورقة بإيده إلى قيمة، وقيمتها هي انه يحقق مستقبل ولاده بالمستقبل، هاي الورقة ما بيعود
ما بيعود بيهدرها ولا بيعود ببيعها ولا بيعود بيستهين فيها، وافترضي بده يبيعها بده يعلى كثير سعرها وما بيعود يدهن ساحتها. جريدة الأخبار بهالمجال بتقول أنه بروما البحث تركز على أمرين، أولا محاولة تعويم اقتراح رئيس بري الذي ينص على انتخاب 64 نائبا وفق النظام الأكثري و64 نائبا وفق النظام النسبي، والأمر الثاني إيجاد مخرج للتمديد التقني لمجلس النواب الحالي. هلأ بالدستور في شيء اسمه تأجيل وشيء آخر اسمه تمديد، لا أم الأمر هو ليك هي إذا بدك إيه في مكان ما، بس ليك الفرق شو وين الفرق إيه؟ رح لك الفرق وين، يعني إذا عم تحكي تمديد أو تأجيل انتخابات. التمديد يعني أنت بتجي بتقولي اليوم أنا ما عندي قدرة أعمل انتخابات وعم بدد للمجلس نيابة نقول سنة سنة ونص أو سنتين، هيدا التمديد، يعني الاعتراف بعدم القدرة وأنك تمددي للمجلس النيابي بغض النظر عن قدرتك أو إذا أنت قادرة تتوافقي على شيء، ما هي؟ على قانون أي عم بقول لك بالمبدأ بتيجي تقولي أنا ما عندي القدرة، إذا أنا بمدد للمجلس النيابي لفترة سنة تنقول هيدا يسمى تمديد، وهيدا أنا بقول لك من هلا بغياب القوة القاهرة هذا شيء غير دستوري وبنطعن بالتمديد، والمجلس الدستوري إذا حريص طبعا على الدستور وإن شاء الله بيقدر يقبل بالطعن. هلا شو هو التأجيل؟ التأجيل هو إنه توافقنا اليوم على قانون، ما هيك؟ نعم. تنقول القانون المزدوج بالنسبة اللي بكرة بيتفقوا عليها، اليوم اتفقنا على قانون، إنما هذا القانون وزير الداخلية حتى يطبقه بده وقت تقني، ما هيك؟ يعني وقت تقني زيادة عن الموعد المحدد شهرين أو ثلاثة أو لربما أربعة. ليش بده وقت؟ حس قبل كل شيء بده يدرب الستاف تبعه الموظفين عنده حتى يقدروا يديروا بكرة الأقليم، وبده يحضر حاله تقنيا لعدة مواضيع، وبنفس الوقت بدنا نقول للناس كيف بدها تنتخب، حس هيدا الموضوع الناس بدها تستغربه بالاول بدها. اذا وقت اللي انت بتتفق اليوم على قانون وبتقري اليوم وبنفس الوقت بتأجل الانتخابات، يعني صحيح بدك تمددي كمان للمجلس بس بتكون عم بتمددي للمجلس مع قانون للانتخابات محدد ومحدد انت بدها تجي انتخابات، هون بنصير نسميها تأجيل. هيدا اللي صار على كل حال بعتقد بسنة 2009 يمكن، ما هيك أجلوا ما هيك فترة قصيرة. إذا أنت بتكوني ساعتها عم بتمددي صحيح للمجلس، إنما بيروح تأجيل الانتخابات حس عم بتمددي عارفة حالك إنه في قانون وأقر وفي موعد للانتخابات بس عم بتأجلي تقنيا حتى هالانتخابات تصير بشكل سليم، عكس تماما التمديد في المطلق اللي بيقول مددنا سنة أو سنتين. هلأ بالتمديد بتقول روزانا أبو منصف نقلا عن المصادر السياسية إنه في خلاف بين السنة وثلاث سنوات، يعني قوة 14 أدار تريد التمديد سنة بينما قوة 8 أدار ليكون صرنا كله أنا 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 هيدا كله غير دستوري. أنا مع الانتخابات بموعدها، مع أنه بالنسبة لي القانون الحالي قانون بسموه 1960 سيء جدا ورديء جدا، أنا مع الانتخابات حكما وبموعدها لو وفق هذا القانون الرديء والسيء، أنا حكما مع الانتخابات بموعدها حكما معك، أو إنه إذا في شيء أحسن إنه نأجل تقنيا حتى نعمل انتخابات حسب نكون اتفقنا على انتخابات. نعم. يا هالحل لهالحل ولا ثالث لهما، حس الحل الثالث بده يفوتنا بنفق طويل عريض. أولا اليوم الدولة اليوم ما عندها هيبتها، بكرة بس بلشوا يتأزفوا الأمور، المجلس مدد له الحكومة بهالحالة. دكتور حنين شو بيكون وضعها؟ الحكومة بحالة شو؟ بحالة ما صارت الانتخابات، الحكومة بحالة ما صارت انتخابات تتحول حكومة تصريف أعمال، لا بدها يعني تبقى، لا بدها تبقى تقلك تبقى بأي إطار؟ تبقى حكومة بالإطار اللي هي فيها اليوم، حس آخر ما في الحكومة ما بتتغير إلا وقت بهالشغلة بالذات، الحكومة بتغير إلا وقت بتجري انتخابات، وقت اللي بتجري انتخابات وما هيك وبصير في مجلس جديد تعتبر مستقيلة حكما بالدستور، تعتبر مستقيلة حكما بس تحصل انتخابات ويصير في نواب جدد، ما هيك؟ انما هون ما في انتخابات
وما في نواب شدود. حتى ولو صدر قرار بالزمانات له علاقه بتعويضات النواب، ما هيك انه اعتبروا انه كل ما مددوا 20 سنه للمجلس النيابي بالزمانات، اعتبروا انه كل 4 سنين لتعويضاتهم تعتبر مضى، بس هيدا قرار ما له علاقه بالواقع الدستوري. ما فيك انت تعتبري مجلس ممدد له انه هيدا يعني. اصلا هو منه اصلا غير دستوري وغير شرعي، بس كمان ما فيك تعتبري انه التمديد بمثابه انتخاب وحلول مجلس جديد حتى تستقيل الحكومه بتبقى. بس شو بده يصير؟ مجلس ممدد له بشكل غير دستوري، حكومه ممدد لها بشكل غير شرعي او غير هيدا. بكره لا سمح الله رئيس جمهوريه ومواقع امنيه ومواقع قضائيه بصفي كل واحد يتهم ثاني انه لا انت شرعي وانت مش شرعي، والواقع كلهم رح يكونوا شرعيين. واليوم ديجا الدوله فاقده سلطتها وسيادتها، كيف بده يكون بكره يوم الخميس جلسة مجلس الوزراء؟ الكاتب إليل فرزلي بجريدة السفير يقول أنه بحسب رئيس الجمهورية عدم إقرار هيئة الإشراف على الانتخابات سيقود لتعليق انعقاد جلسات مجلس الوزراء بالقصر الجمهوري على أن ينضم إليه وزراؤه الثلاثة في قرار الاعتكاف، ما يعطي للأزمة شكلا جديدا. نحن ذاهبون باتجاه أزمة يوم الخميس. حس الحكومة اليوم عملت دعسة جيدة بس دعسة ناقصة. يعني أنا مؤيد لقرار وزير الداخلية في هذا الموضوع، أنه يقول أنا بدعي الهيئة الناخبة، أنا عندي قانون حس الواقع فيه قانون، وأنا بدعي الهيئة الناخبة وفق هذا القانون. نعم. ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيدوا يعني وقعوا على هذا المرسوم. إنما بنفس الوقت الحكومة ككل بدها تكفي بمسؤوليتها، حسيدي خطوة جيدة، بدها تكفي بمسؤوليتها، بدها تنشئ هالهيئة المشرفة، هالهيئة الإشراف على الانتخابات، حيث إذا ما أنشأتها كمان ما بتصير الانتخابات. افترضي يعني صارت يطعن فيها وتلغى نتائجها، ما هيك؟ إذن بده واحد دائما يكون موضوعي بالشيء اللي عم بيعمله. وقت نعمل اول فشخه بهالاتجاه، وضروري نعمل هالفشخه بالاتجاه الانتخابات، ومعه حق وزير الداخليه يعمل هالشيء، انما اليوم هيدي الهيئه بدها تنشا، والا اذا ما نشات يا ما بيعودوا يعملوا انتخابات حسب بيقولوا ما في هيئه، يعني بتكون سبب تما يعملوا انتخابات، يا اذا عملت انتخابات بيكونوا كلفوا حالهم وكلفوا المواطن وخاصه المواطن بلا طعمه حسب بده يرجع يطعن فيها ويقبل الطعن. هل صحيح انه اذا ما صارت الانتخابات يحال رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية على المحاكمة يعني لهذا السبب إذا ما صارت بوقتها؟ رئيس يعني بعض التبريرات اللي في هلا الرئيس يحاكم بحالة الخيانة العظمى. نعم. ما هيك؟ هلا اذا بدك تاخذي الامور لهيدا، ايه اليوم اذا ما صار في انتخابات وفتنا بفوضى في مكان ما في خيانه لكل الشعب اللبناني، انما هيدا نعم. موضوع هيدا موضوع اخر. انا برايي كل واحد ما بيقوم بواجباته ايه في خيانه للشعب اللبناني، حس الخيانه هيدي خيانه يمكن اكبر من عظمى، حس تقدر تاخذ الشعب اللبناني الى فتنه. مشان هيك اليوم هلا بغض النظر هلا هيدا موضوع قانوني ودستوري اخر. يعني انا برايي مش ما فيها اليوم يمكن تنطرح من هالنوع، بس بالمبدا العام كل واحد منا خائن اذا بتساهل او بغض النظر، حتى كل واحد منا حتى تروح البلاد الى الفتنه، حس بكره بده يرجع ينتج عنا ماساه كبيره ولا سمح الله قتلى وجرحى وتهجير. وهيدي شو بدك خيانه اكبر من انه واحد ما يردع بلده عن كارثه من هالنوع، انما بالقانون الموضوع مختلف. معلش نقول نصيف بالاخبار اليوم يشير الى موقف واشنطن التي ترى اسباب شتى تكفل الاستقرار، من بينها ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بموعدها، وهي تلتقي بموقفها هذا مع أصدقائها الأوروبيين. الضغوط الأمريكية والأوروبية هل ممكن تدفع للتوافق بهذا الإطار؟ يعني انه هالامر لمسناه بال 2009 يمكن عبر لمسناه خاصه بال 2005 وبالدوحه يعني بكل مره كان يكون في هذا النوع من يعني هو المؤسف انه مثل تلميذ صف الدوزاب، يعني ما هيك بيطلعوا على الفرصه بيطلعوا على الفرصه فوتوا على الصف، هلا صف عربي هلا صف فرنسي. طيب كمان يا اخي ما في بنظهر من نحس في تسويه رديئه اكثر من تسويه الدوحه مثلا.
اعتبرت وقتها انه رجعت الحق للمسيحيين انه اخر ما في. طيب وينه الحق اليوم؟ معلي ما انه المشروع الارثوذكسي ما هيك وينه الحق؟ اي ويا محلى هيداك الحق قديم هيدا الحق مش الحق. هلا اخر ما في يعني بهيدي المواضيع كلها بدها معلي بدها حكمه اكثر شوي، بدها حكمه اكثر شوي. اخيرا بالمشروع الارثوذكسي طارق ترشيشي بالجمهوريه بيقول الارثوذكسي حديدان الاوانين الانتخابيه، يعني ما في بالميدان الا حديدان، ويشير بهذا الاطار الى موقف الرئيس بري وان المبادره كانت وستبقى بيده وهو مصر على القانون التوافقي. بالمقابل هل ممكن رئيس بري يخضع لضغوط العماد عون وحزب الله ويدعو الهيئه العامه من اجل التصويت على الارثوذكسي؟ ترجع بالاول خلينا قبل كل شيء نظهر من هالضغوط الخارجيه، يعني كل شيء انا برايي ضغط خارجي ما رح يولد الا اشياء هيك ملتبسه، ما هيك والضغط الداخلي ما هيك. هلا بالموضوع الداخلي في عندك اليوم اقتراح قانون عنده الاكثريه، يعني تبين باللجان المشتركه انه الاقتراح الارثوذكسي ما يسمى بالاقتراح الارثوذكسي عنده الاكثريه. طيب انت اخر ما في اذا بدك ديمقراطيا، وانا دائما مع الديمقراطيه، انه اللي عنده الاكثريه بيمشي، يعني انا مع مبدا اذا بدك الاكثريه والاقليه في المجلس. طبعا مصلحه الوطن بس انما بدنا نكون كلنا واعيين، وانت بتعرفي انه من اول لحظه عندي موقف كثير شديد في هذا الموضوع. بدنا نكون واعيين انه هيدا ما بقى اقتراح قانون عادي، او اذا لا سمح الله صار قانون مش قانون عادي، هذا قانون يضرب النظام، يعني كل نظامك اللي عرفتي، كل تراثك، كل تاريخك، كل مستقبلك بده يتغير. ليكر ولا في شيء اسمه تغيير، او شيء اسمه تطور او اصلاح، سمي ليه اللي بدك اياه. في شيء اسمه تحول، يعني بسموه بالفرنسي يمكن ميتاسيون. نحن كل ريفورم، كل اصلاح، نحن مع الاصلاح، بس الاصلاح بده الريفورم بدها تندرس بشكل انه تؤدي الى اصلاح، انما كل شيء بيؤدي الى تحويل في السياسه والمجتمع والى التحول، وهالتحول بيقدر ياخذك على الخطر، بدنا ننتبه له. انا برايي هالاقتراح الارثوذكسي بلا ما افوت بالتفاصيل وفيه اذا بدك، رح يخلق تحول في المجتمع والسياسي اللبناني خطيرين، وهيدا نتيجته الخوف اللي شافه السوري في التضامن عبر المناطق وعبر الطوائف وعبر ذاهب في لبنان، يلي اخرجه من لبنان بده يرجع يضربه، ما بينضرب اذا بدك هذا التضامن الا بشرذمه من هذا النوع، نحن لازم نكون ضده. هلا بالمبدا انا دائما مع الديمقراطيه، في اكثريه في اقليه خليهم يتحملوا مسؤوليتهم، بس بحمل مسؤوليه اي اكثريه انه هذا مشروع يضرب النظام. هلا في امكانيه حل، في إمكانية حل بهذا القانون المزدوج اللي هو منه رائع أبدا، بس إذا وصلنا لحل أحسن من 1960 وبيخلي لنا أمل للمستقبل، حيث بالمستقبل فيك تحسنيه، وبيخلي تجري الانتخابات تضل في دولة ويضل في إذا بدك مؤسسات موجودة، خلينا نحاول نمشي بالحل الآخر مع التوازن اللي ممكن نلاقيه ضمن نسبة النواب بدون ينتخبوا على الأكثر أو على النسبة، وتقطيع المناطق اللي بدها تقطع للنظام النسبي، حيث بالنسبة للأكثر رح تبنى على القضاء. بعد الفاصل فرانسيس الأول في زمن الثورات. اليوم حفل تنصيب باب البساطة والتواضع، هالعنوان قرأناه بجريدة الجمهورية التي أشارت إلى أنه أكثر من 1.2 مليار كاثوليكية حول العالم يستعدون لمراسم تنصيب البابا فرانسيس الأول على رأس كنيستهم. الحفل الرسمي لا يكون حكرا على أتباع الطائفة الكاثوليكية، إنما حدث عالمي يتلهف الملايين ليشهدوا فيه على بداية مشوار هذا الرجل الأرجنتيني الذي أذهل العالم بتواضعه وبساطته وفقره. لماذا وقع الخيار برأيك على البابا فرانسيس الأول؟ يعني يمكن نظرا لشخصيته اللي حضرتك عم توصفيها هلا، نظرا
لبساطته لتواضعه ولحبه للناس لحبه للفقراء. هذه صور مباشرة دكتور حنين بالبابا موبيلي الحبر الأعظم يلقي التحية على الملايين الذين أتوا ليشهدوا على حفل تنصيبه اليوم. تعرف اليوم شو المشكلة إذا بدك بين الناس وبين حكيمة أو بين الناس وبين المسؤولين عنها؟ البعد. البعد. برافو عليكي، برافو ست رولا. اليوم دايما وقت اللي بيكون في بعد بين الناس وبين حكيمة بيصير في جفا، والبعد جفا وبيصير في ردة فعل دائما سلبية. الحكيم بدهم يكونوا من الناس، بدهم يكون ناس مثل الناس، ناس بيشبهوا الناس لحتى الناس كمان يشوفوا انه معنيين فيهم. انا بعتقد اليوم الكنيسة صار في كمان فرق بين عظمتها وإلى عظم الكنيسة وبين ناسها، وناسها اليوم في قسم كبير منهم كمان من الناس اللي عندهم دخل مالي متواضع، وهل عنده دخل مالي متواضع او لا سمح الله من الفقراء بده يحس كمان انه في اهتمام فيه. هيدا البابا اجى اهتم بهالشريحه من الناس، اجى قال لهم انا مثلكم يعني هن كمان الاكثريه طبعا انت على المليار و200 اكيد نعم. من الاكثريه ما هيك. اولا منبثق هو من عالم فيه نص مليار كاثوليكي، يعني انه العالم اللاتين امريكي في التجمع الاكبر ما هيك للكاثوليك، وهذا بنفس الوقت يعني جاي يمثل جاي من واقع ما هيك واسع للكاثوليكي في العالم، وبنفس الوقت من واقع كمان في فقر وفي في في تواضع كثير بالحالات الماليه. اذا أنا برأيي موقعه الجغرافي مهم، حس بيمثل هالشريحة الكبيرة، وهالشريحة الكبيرة اللي عندها إيمان كبير وعندها تواضع كتير وعندها فكر كتير كمان. بنفس الوقت هو طريقته اللي بكل حياته اللي شدناها كان قريب من الفقراء. يعني امبارح كانوا عم بخبروا، اذا بسمح لحالي خبريه عنه، انه في رجال هيك بعمر الخمسين مدمن وكحول ومخدرات وكل شيء، وكان رايح الى الموت، بيلتقى فيه بيعرف عنه وكان بعده كاردينال، بيروح لعنده عبيته بيغسل له اجريه، وبقول هذا الانسان انه انا من وقت ما غسل اجري حسيت انه انا انسان الي اهميتي، ومن وقت ما حسيت انه الي اهميتي استعدت انسانيتي وظهرت من الادمان. اذا اليوم مستنظر يمكن شوي من البابا يظهرنا كلنا من ادماننا، مش مهما كان ادماننا وجعلنا بالنسبه لدوره على صعيد المسيحيي الشرق واليوم التحديات يلي عم تعترضهم. البعض بيقول انه كونه من امريكا اللاتينيه هو ابعد من يعني ابعد عنهم، يعني قبل كان يبقى البابا من القارة الأوروبية يمكن أقرب جغرافيا. انتبهي القرب مش قضية جغرافيا، القرب هو قرب القلب، قرب الاستيعاب، قرب المعرفة، قرب الفهم والتفهم. اليوم إذا منقول إنه جغرافيا انبثق من شريحة كبيرة هيدا شيء صحيح ما هيك، وإنه طبعا كمان هالشريحة بتكون مرتاحة لتنصيبه هيدا شيء صحيح، بس مش يعني إنه البابا إذا من قارة معينة أو من جغرافيا معينة إنه ما عنده انفتاح على الجغرافيات الأخرى. بالعكس، يعني دائما بتاريخ الباباوات كان دائما في اهتمام بكل الوضع المسيحي والكاثوليكي في العالم، مش اذا كل واحد كان بده يجي بس لمنطقته الجغرافيه ما كان بقى في يمكن مسيحيين في العالم بهذا الشكل. انا بهمني بكل هالموضوع انه هيدا البابا ما رح تحسيه قاعد بالفاتيكان قد ما رح تحسيه قاعد بالناس، هيدا الانطباع اللي عم بيعملوه. الفاتيكان شيء حلو كثير، بس هيدا بدل على عظمه الكنيسه، والكنيسه تواضع ما هي؟ الكنيسه في مكان ما يمكن حرفت كمان عن رسالتها الأساسية اللي هو بده يكون واحد حيفي وماشي بين الناس حتى يكون رجل كنيسة، بده يرجع يعطي هالانطباع، وبس يقرب من الناس ككل رح يقرب كمان منا نحن الشرقيين. وما ننسى انه آخر في المسيحية خلقت من عنا من الشرق ومن أرضنا، وما في ولا بابا ممكن يتجاهل هذا الموضوع. دكتور صلاح حنين حديثي معك انتهى، ولكن بالطبع تغطية مراسم تنصيب الحبر الأعظم ستبدأ بعد لحظات عبر شاشة تلفزيون مستقبل، فترقبوها وسترافقكم فيها زميلة نجاة شرف الدين. نحن كلام بيروت انتهى، شكرا جزيلا شكرا لك دكتور صلاح حنين، شكرا أيضا للمشاهدين وإلى اللقاء. شكرا لك.